برشا 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 برشا. وفريق كابافيم الحقيقه الكل يحبوا نسلموا عليها. عبير الميجري، مدام عبير نسلموا عليك برشا، محمد زيد نسلم عليك ونقول لك بالحق ان شاء الله ربي يمتعك بصحه بدنك وربي يبارك لك ويرحم والديك. امراه انسانه محلاها على الاخر، عرفتك اللي رجله بلغتنا احنا، ان شاء الله ربي يبارك لها في صحتها يا ربي، وان شاء الله ربي يمتعها بصغيراتها ديما تشوفهم في اعلى المراتب. اي سيدي نهزو خفيفتنا نمشيو للمشي توت سويت. كابتي المرشي نرحب به برشا رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك، مرحبا. صباح الورد صباح الفل، تحية لي بتحية مشاهديك ومستمعيك والفريق العمل معك سنارك مزيد. هركا سعد ليام، شكرا ليك سي لطشي. الويكاند تعادلت لباس ها؟ لباس لباس بعد بالأخص ما شفنا كل القرار على التيك توك هذاك. اي لباس الحمد لله، وهذاك اللي بشوي تنطلق البلاد ان شاء الله. هذا اللي نتمنى وهذا اللي نتمنى، ونحبوا ديما بالحق تونس بخير، ما نحبوش نشوفوا كيما هالازمات اللي قاعدين نشوفوا فيها ولينا نحكيوا للاسف على ازمه اخلاقيه ما نحبوش نحكيوا عليها بالاخص في تونس. سي لطشي الحقيقه جات في الويكاند عده تساؤلات على الاسعار، وينكم جماعه الاسعار ما طليتوش علينا في الويكاند، دونك لازمنا تويكا نسمعوهم الاسعار كيفاش باش تكون. اكيد اكيد. الاسعار نبداو بالخضروات نوصل الجاف دينار 700، المعدن 700، الفلفل الحلو 3000، الفلفل الحار 2700، البطاطا 1300، الطماطم 1900، السفناري 1300، الغلال دقلة فروع 10000، التفاح 3000، القارب 2400 والرمان 2500، اللحوم الحمراء البقري بالعظم 30 دينار، اللحم البقري عبر 38 دينار، واللحم العلوش 43 دينار. 43 ايوه. بالنسبة للتواجد استلف 16 دينار، حتى من دينار 400، وجاهز جاهز للطبخ 8500. بالنسبة للسماك التريلي البيضة 14000 وزيت 13 دينار، والسردينة 5600 واضحة. هذه تقريبا أهم الأسعار، ما بعدتش برشا في الويكاند، تقريبا نفس الأسعار. اي سيلوتي ما نعرفش الحكايه كانش في نابل والا عامه، علاش ما فماش البطاطا تويك؟ علاش مانيش نشوفوا في البطاطا؟ لا في بين الفصول على ذات فوق في البطاطا بشوي ناخذ طور في المخزن. ويرجع بشوي بشوي كي يرجع الموسم يرجع بشوي بشوي. فوالا على خاطر قاعدين نشوفوا في نقص في الاسواق الحقيقه. نقص في الاسواق وبعض الخيام تم الزياده كثيره. وي بالاخص اللي تلقاه ساعات تلقى نصاب بركه كيما صاير البارح في مرشي نابل، نصاب بركه عنده البطاطا ويشرط عليك تقضي من عندي القضيه باش نعطيك البطاطا وبالسوم اللي هو يحب. وهذا مش معقول. طبعا هذا حكينا فيه في اكثر من فرصه. شكرا ليك سي لطفي، غدا ملتقانا ان شاء الله. الله يخليك. عايش. نشكر جدا رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك، شكرا ليه. هذه الأسعار وعرفناها، فما كما قال لكم سي لطفي مش كان في نابل هكا، فما نقص خلينا نقول مشهود الحقيقة وملاحظ زادة فيما يخص البطاطا. دونك فما أي خبر آخر تنقدموه لكم طبعا أنتم زادة تنجموا تتواصلوا معنا، تنجموا توصلوا صوتكم على 31 379 566، زادة 31 379 567. الصفحة الرسمية ديما نقول لكم اللي هي راهي متاحه لكم انتم باش توصلوا فيها صوتكم. راديو كابا في مرحبا بكم من جديد. شوي اخر نحكيو على مهرجان الرمان، خليكم في الاستماع. يلا نو لي فام.